أثناء تأدية فريضة صلاة عصر أحد الأيام رأيت طفلا يصلي وهو يلبس نعله، ومرة أخرى رأيت رجلا يصلي أيضا وهو يلبس نعله، وفي صلاة إحدى الجمع رأيت رجلا يصلي بنعله أيضا، ولا أدري هل صلاتهم صحيحة أم غير صحيحة، أرجو تبصيري بالحقيقة لأن الأمر قد التبس علي، أفادكم الله وزادكم علما. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أن الصلاة في النعلين من السنن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وإقراره، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا أتى المسجد أن ينظر في نعليه، فإن رأى فيهما أذى مسحه وإلا صلى فيهما، أو كما أمر صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وصلى مرة بأصحابه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف من صلاته قال: ما شأنكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما. فهذه السنة ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، وهي من أقوى السنن ثبوتا. لكن العمل بها هجر الآن، ولا يعمل بها إلا النادر من الناس، ولعل من أسباب ذلك أن الناس لا يبالون إذا دخلوا في نعالهم، يدخلون بها من الشوارع وهي متلوثة وغير نظيفة، فمن أجل ذلك ترك الناس هذه السنة، وصاروا إذا دخلوا المساجد خلعوا نعالهم، وأخذوها بأيديهم أو أبقوها عند باب المسجد تنزيها للمساجد، وخوفا من أن يأتي أحد فيدخل المسجد على غير الوجه الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه المسجد. لا. وإلا فلو أن الإنسان ضمن أن يدخل الناس نعالهم على الوجه، أن يدخل الناس المساجد بنعالهم على الوجه الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من النظر فيهما وإزالة الأداء عنهما بالمسح ثم الصلاة بهما، لكان الإنسان يدعو إلى ذلك بقوله وفعله لئلا تموت السنة وتهجر. لا. لكن الذي يمنع من هذا ويحول دونه هو إساءة بعض الناس لاستعمال النعلين في الصلاة، حيث يدخلون بهما أو فيهما المسجد بدون أن ينظروا فيهما وبدون أن ينقوهما من الأذى. على كل حال أرجو أن يكون الجواب قد تبين إن شاء الله، وأن لباس النعلين في الصلاة من السنة، ولكنه ينبغي كما قلنا أن لا يدخل الإنسان المسجد بهما إلا وقد استنقأهما لا. ونظفهما لا. نعم.